بنروح لملعب مباراة وزميل العزيز وناقد رياضي عبد الحكيم أبو علم يدينا الأجواء اللي تسبق المباراة مباشرة. مساء الخير عبد الحكيم. مساء الخير يا كابتن أيمن، مساء الخير على الكباتن الكبار، أهلا وسهلا بك. الله يخليك، طمني على الأجواء عندك. هو حاليا دلوقتي الفريقين خرجوا بعد ما أدوا عمليات الإحماء، وهتبدأ الفقرة الفنية اللي هي الفقرة الرئيسية بتاعة الاحتفال لحد الختام. وعدد حضور الجماهير يمكن مش كبير زي ما كنا متوقعين، يمكن ازود من ازيد شويه من المباراه الاولى اللي كانت يوم الاثنين نصف النهائي، لكن مش بالعدد اللي احنا كنا متخيلينه، يعني ممكن نتكلم 15,000 مش اكتر من كده. يعني هو سعه الملعب كام؟ تقريبا على ما اعتقد كده 40 45، لكن هو العدد دي ما يوصلش النص بالظبط. طبعا احنا كنا بنطمح باكتر من كده، لكن طبعا العدد اكتر المره الاولانيه يمكن اتضاعف. ايوه طيب، يعني الحضور الجماهيري مش كبير قوي زي ما كنت متوقع. احنا كنا متوقعين على اساس النهارده الخميس اللي كان يوم الاثنين الكلام كله على ان ده وسط اسبوع، وهنا الماتش بيخلص الساعه 11، معظم الجماهير النادي الاهلي بتبقى في امارات مختلفه بعيدا عن ابو ظبي، سواء في الهين او في الجزيره او في عدمان. فطبعا كنا على اساس كان بيبقى ثاني يوم عمل، فالنهارده كان المفروض الخميس كنا متوقعين يبقى العدد اكثر. صحيح، لكن برضه لازم ناخد بالنا من النقطه ان توقيت البطوله نفسه ده فتره امتحانات وفتره يعني ارتباطات معينه في نهايه السنه او فتره معينه، فيمكن دي مؤثره على نسبه الحضور الجماهيري اللي احنا كنا يعني ان شاء الله باذن الله كنا نتوقع انه يبقى يملى الملعب بكثير. يعني طب كلمني على الجو نفسه، حاله الجو النهارده. الجو حلو جدا، يعني جو كوره بمعنى صح. نسبه الرطوبه عاليه، نسبه الرطوبه كويسه. نسبه الرطوبه كويسه، كل الامور كويسه. كمان فرقه النادي الاهلي النهارده من اول اليوم كان برنامج كان متطبق بشكل كامل، اللعيبه الصبح بدري على حسب الميعاد المحدد، بعد صلاه الظهر او بعد الظهر النهارده كان في محاضره مع كان في تمرين خفيف الصبح، وبعد كده بعد الظهر كان في محاضره مع ماتس كولر مع اللعيبه، وبعدين اللعيبه اتحركت الى ملعب المباراه، وكان كابتن خالد بيه كان اول حد نزل الملعب، وكان معاه مصطفى شوبير، وكمان كان يمكن صادف خروج لعيبه بيراميدز ولاعيبه سيراميكا من الملعب، ويمكن ما حصلش اي جديد فيما يخص التشكيل. كل يمكن اغلب التشكيل اللي حضرتك وصفته كلهم متوقعينه. صحيح، لان كان مريح مارسيل كولر المجموعه اللي كان مريحهم الماتش الاولاني لاجهاد فريق خاص ثلاث مباريات، كابتن عالم انديه في منتهى القوه بفاصل زمني ثلاث ايام، فكنت صعب انك تلاعبهم بعد 48 ساعه من السعوديه. فهو ريح حسين الشحات، ريح محمود كهربا، وبالتالي كان النهارده هو مروان عطيه، وبالتالي النهارده كان الاعتماد عليهم بشكل غير. ان شاء الله كل التوفيق لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله النهارده لحرز اللقب. متشكرين جدا للزميل العزيز عبد الحكيم ابو علم. طيب.